الطاقم الفني كان خدم معنا من السابق 5 سنوات، وكنا كما يقول لك كان الحظ كان يخوننا على الصعود، ولكن العام اللي فات كنا جبنا المدرب بالعرج بوسحابه اللي سجد الفريق 100%. قمنا بالتحضيرات منذ 25 جويلية، كدير كنا انطلقنا في التدريبات وهذا، وكنا حضرنا برنامج للتحضير ودرنا تربص تاع 10 ايام مده 10 ايام هنا في تينمسان، وكل شيء الظروف رحنا كما يقولوا الظروف كل شيء رحنا موفرينها للفريق.